أصدقاء ده أصدقائنا ومتابعينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد معاكم من أسيوط. للأسف استيقظت قرية منشية المعصرة على حادث مأساوي، حادث لا يمكن وصفه ولا يمكن تقبله بأي طريقة. حادث بشع، حادث محدش توقعه في يوم من الأيام، غدر صحاب وغدر ناس أقرب ليك. المفروض يعني الواحد بيبقى ده أمنه وأمانه. استيقظت الأسرة على حادثة وفاة بنتهم لقيوها مقتولة أو مسبوحة على الطريق. كم تمنت كم تمنت الأسرة إن اللي يكونوا فيه ده يكون كابوس، يكون كابوس وينقضي، لكن للأسف ده طلع حقيقة. الحادثة والمأساة اللي حصلت إن وفاة بنت طالبة في كلية أزهرية، عروسة جديدة خلاص الناس بتعد الحاجات عشان توديها اللي زفها البيت عرسها، للأسف اتزفت إلى للأسف يعني اتوفت، بس الحمد لله اتزفت إلى الجنة. نحتسبها عند الله من الشهداء والصديقين. أسرة البنت دنيا هتكلمنا عن الأحداث، إيه اللي حصل ولقيوها إزاي وكواليس الحادث من وقت ما بدأ. نتعرف على حضرتك الأول. أولا البقاء لله، ربنا يصبرك ويربط على قلبك ويؤجر الخير. احكي لنا بقى الأحداث إيه بالتسلسل كده. اتفضل يا فندم. حضرتك والدتها اسمك ايه؟ صفاء رشيد. اهلا وسهلا بيك. قولي لنا طيب ايه التفاصيل الحدث وايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل ان هي غابت الساعة يوم الاحد، طلعت رايحة الكلية الساعة 8، راحت عدت من التعود يعني ما عادش، قريت اخر الساعة 1:30، ما جاش الساعة 1:30، رنينا على الموبايل بتاعها لقينا الموبايل مفتوح. تمام. قعدنا ندور عليها، عاد محدش قاعد في المستشفيات وفي الاجسام، وكنا ومنا وعند زملاتها ونتصل بيهم ونقول شفتها ولا ما شفتهاش. وبعد كده هو يوم الدمع بعد لقيناها ملقحه وميت، ما عرفش احنا مين اللي ضربها، عايزين نطلع حبها من واتها دي اللي عملت فيها كده ومين اللي عملتها كده، عايزين حب بيت بس. وزي ما اتعمل في بيتي اتعمل في، ما انا عايز العداله، مش عايز اكتر من العداله بس. ايه المكالمات مثلا، ولا انتوا من وقت ما بدات لقيتوها تختفي، ايه اللي عملتوه؟ ما هنقول لك ما قاعدينش، جايين ندور عليها منا ومنا، وقعدت تكت عليها وقلت بنت ولا اشرب ولا اكل ولا اشرب، وقاعده مستنياها انها تعودني، واللي يقول ده يمكن عند صاحبتها اللي يقول كده اللي يقول كده، دخلوا جوا ملبحوا المكان ما انا بيقولوا لي عليه ما شفتوش. انت بلغوك ان هم لقيوها في مكان؟ لقيوها في مكان، ما شفتهاش غير تعرفتش عليها غير في الايمان، في المشرحة في مستشفى الايمان. طيب ايه بعد ما بحثت ورا الموضوع، ايه لقيته مين اللي ورا الموضوع بالظبط؟ هي كانت بصاحبة واحدة من الطريق، صاحبة الطريق هي أصغر منها، اسمها أسماء، وكانت بتكلمها على التليفون بس أنا ما شفتش وشها، بس هي كانت مدانة مصاحبها 3 بنات من الساعة. جت طلبت منها جبنة وحاجات كده، جت بحثة أخوها من هنا وجت روحت جبال البيت، بنت كانت راكبه معاها شاورت لها على البيت، جت لها احنا جبال بيت النائب حسين دول. تمام. طيب احنا مش عايزين نتقل عليكي، بس فين خطيبها ممكن يتكلم معانا؟ خطيبها. لو سمحت. حضرتك خطيبها؟ طيب احنا ممكن نكمل معاك. احنا بنشكرك البقاء لله. قول لنا كواليس الحدث، ايه اللي حصل وحضرتك ايه اللي حصل من وقت ما اختفت لحد ما عرفتوا اللي انتوا القصه؟ لما تاخرت رحنا الجامعه وقعدنا نسال عليها، الداعي اللي انت بعد كده طلعنا كاميرات الا لما يكون طالع من الجامعه كان بيدور عليها ونروح المستشفى، واحد بيخنق وواحد شايف المركز حاجه يوم الجمعه من وقت ما لقيتوا الجثة كنتوا متأكدين انها هي حد مواصفات؟ طيب ايه بقى بعد ما دورتوا عليها بقى عرفتوا ايه اللي حصل واختفت ازاي؟ ما اختفت ازاي، صاحبتها هي كانت صاحبة واحدة وقالت لها تعالوا نجيب الدهب، وان احنا لسه جايبين الدهب من التلاتة اللي هو وراحت بيه الدهب، راحت بيه السبت اليوم اللي هو قبل الحادث، راحت يوم السبت وتاني يوم ما راحتش، راحت جزء كبير.
الطب الشرعي بس نلزمها فيه. طيب الطب الشرعي والتحقيقات اظهرت ايه؟ لا بس الطب الشرعي طيب حضراتكم مثلا بتطلبوا بايه او نفسكم الامن؟ احنا عايزين حاجة بس زي ما حصل فيها يحصل فيهم كل كمان بتحصل في المشوار ده ويحصل فيهم. طب الموضوع ده كده قام بعصابة. هو الهدف من القتل كان السرقة ولا كان مثلا في مشكلة بينها وبين صديقتها فتأمنها ولا مش أي مشاكل؟ مش أول مرة يعملوا. تمام. ده هو الموضوع كله بغرض السرقة. غلطتهم وطمعهم. هي كانت معاها الذهب والحاجة بتاعتها. رئيس المباحث هو جاي تسعة على التليفون. هو اللي قاطع. اليوم الحادث اللي طرح بعدها بيومين. البقاء لله وربنا يصبرك يا رب ويا ترى خير ويسكننا في سيح الجنان يا رب ان شاء الله. احنا كمان بنضم صوتنا لصوتك وعايزين حق دنيا ضحية الغدر من الاصدقاء ضحية عايزة تكتب إلها إيه؟ معانا كمان عمة دنيا. قولي لنا هي دنيا يعني كانت متعودة بتخرج مثلا بذهبها وحاجتها وهي بتروح وتيجي على طول الكلية كل يوم؟ مش أول مرة. لا هتروح تيجي في نفس المعاد. تيجي في نفس الدقيقة. وما تتخلطش بحد غير هما زي ما الدنيا جرتها هي. صاحبتها دي اللي جرتها. هي هما كام ولد وبنت؟ هي بنت. أربع ولد وبنت. هي بنت وحيدة. هي كبيرة ولا الأصغر؟ لا ده الأكبر ده واقف أبرز دي. اللي واقف ده اللي أخوها الكبير؟ تمام. هو ما عرفش عند حد برضه هي صاحبتها مصاحبة طريق بس يعني. تمام. وقبل كده كانوا عاطينها جبنه وعاطينها بتاع اتكلموا معاها تليفون يعني حتى ما صنوش العيش والملح؟ لا ما صنتوش وهي كلمتها من المحاضره يعني ما خدتهاش حتى المحاضره حضرتك. لا حول ولا قوه الا بالله. خدتها بعد عنك ما قبل ما تحضر المحاضره. ده كانوا الصبح اخدوها الصبح يعني ما لحقوش 10 دقائق في المحاضره بتاعتها وخدوها. تمام. بس احنا عايزين تدونا حقنا يعني. احنا عايزين حقها زي ما ضحوها ما فرحوش ما تفرحوش ان شاء الله يرجع حقها ان شاء الله. واحنا كمان عايزين حقها زي ما لقحوها يتلقح. هما يتلقوا مين بعد ما عطت الكابتن معانا شقيق اللي مشنا عليها. نتعرف عليك. بقى لله اولا وربنا يصبرك يا رب ويؤجرك خير في مصابكم. احكي لي ايه تفاصيل الحادثه حصلت ازاي وايه الهدف منها؟ هو حضرتك طلقوها طلعتها من الجامعه واستدرجتها وخدوها لمكان وخدوا منها الحاجه اللي معاها والتليفون وكل حاجه والذهب وكده. وبعدين جه سالوا انا وقعت عليها وبيقول لاختي بتقول معرفتك تليفونها مقفول شافها غيرت الرقم ولا ايه؟ قلنا له لا ما غيرتش رقم انت تجرب ليه؟ قال انا اخته. طب فين ادينا رقم اختك؟ قال معيش رقم اختي. قال طب ادينا الكرتونه وانا اسال لكم على السيريال نمبر وكده واجيب لكم التليفون. بعدين بقى قال لي هعدي عليك النهارده ونروح مع بعضين. هو برن عليه اخر النهارده بيقول تعالى معايا بدور على التليفون. قال لي خليها بكره. جه اليوم الثاني برن عليه قافل تليفوني ما بينش حاجه تاني. ما عرفينش توصلوا لي. بس بعد كده قعدت الحكومه قبضت عليه وعاوزين القضيه دي تاني عاوزين حق اخته بس. عرفتوا ازاي ان هو اللي ورا الحادث؟ هو حضرتك لما جه هنا وصورناه ووديناه التليفون بتاعه اثبت ان هو مرتكب الجريمه. هو ورا الموضوع. وصاحب الصاله متاجر من العربيه ده وشهد عليه ان هو متاجر عربيه ووديها والجي بي اس جاب وقفت مكان الحادث بتاع ساعه وعطلت منه السياره. ده كان على طريق ايه الحادث؟ طريق الهرب بتاع تصوير طريق المطار. طريق المطار. مش زي ما قالوا عند السكه الحديد. لا طريق المطار. طريق المطار. طريق المطار. بقى لله. وحضرتك بتطالب بايه طيب او نفسك فيه؟ انا بنطالب النائب العام يتحرك ويجيب لنا حنكوكه. احنا عاوزين حنكوكه بس ان شاء الله ربنا يربط على قلبكم ويرجع حقها ان شاء الله. احنا بنشكرك والبقاء لله. شكرا لكم متابعين الاعزاء متابعي موقع اوان مصر في كل مكان. كنت معاكم ساره زي محافظه اسيوط.